في اليمن بيتداول رواد مواقع التواصل بشكل واسع صورة لوحة لزعيم الميليشيات الحوثية، قالوا إنها يعني علقت في إحدى شوارع العاصمة وفيها الحوثي بيتكلم عن البحر. فاللوحة بتقول البحر نعمة وفوائده كثيرة، منافعه كثيرة، في نعم كثيرة، من ضمن هذه النعم نعمة اللحوم، الأسماك، وهي نعمة مهمة جدا، قيمتها الغذائية عالية للإنسان، من أحسن الأغذية اللي يتغذى بها الإنسان. يعني تحسها فقرة طلعها من جبنا القطع كده التعبيرية اللي كنا ناخدها في المدرسة. المهم اليمنيين وغيرهم طبعا من العرب شافوا الصورة من هنا ونزلوا تعليقات سخرية من هنا، وتحية للحوثي على اكتشافه العظيم هذا، وهذه عينة.